قشها لأنها مهمة كتير. دكتور يوسف طبعاً. ضم خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك أصلا هذه لن تقنع بوتين بوقف الحرب ولن ترضي أوكرانيا. أوكرانيا أصلا لن تتنازل عن هذه الأراضي. يا سيدي نحن نعيش في زمن الكلام للأقوى، وبالتالي الذي يسيطر على الأرض هو الذي يفرض شروطه. وإذا ما قلنا الآن بأن روسيا الآن هي ربما الآن في إعادة هيكلة وإعادة تشكيل قواتها مرة أخرى والآن مطالبتها بالتعبئة، تدل على أنها هي أمام تحديات موجودة وأن الأمر في صعوبة، ولكن ما تزال روسيا مصرة على تحقيق ومأزومة. انظر إلى الهروب الكبير الذي يحدث في في روسيا، ولكن هي مصرة على الأقل تحقيق بعض الأهداف. يعني لا يمكن أن تقف أو أن تنسحب بدون أن تحقق بعض الأهداف لها. هذا من وجهة نظر الروسية، لأن نتكلم أنه هذا الذي يجب أن يحدث أو أن تركيا تدعم هذا الأمر، كلا. ولكن الاستطلاعات أو التوقعات بأن روسيا ربما إذا ما حدث هنالك ما يسمى هذه الاستفتاءات لهذه الأقاليم وكانت النتائج لصالح روسيا، تتخذها ذريعة لتضم هذه الأقاليم وفقا على هذه الاستفتاءات، وبالتالي ستضحك من ضمن الشروط من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات. وبالتالي نعم هذا الأمر وارد، كلا أوكرانيا ربما لا توافق، ولكن إذا ما لكن كان من قال بأن الجيش الأوكراني سيوقف هجومه على تلك المناطق؟ أيضا الأيام القادمة حبلة بما تخطط له روسيا. روسيا الآن يطلبها للتعبئة، ربما يكون هنالك دعم إضافي. أنت هيك رجعتنا لكلام هنري كيسنجر أنه الأوكران لابد أن يقدموا تنازلات عن بعض الأراضي كي تقف هذه الحرب. هذا مورد أنا أصل إليه. نعم يجب أن يكون هنالك تضحيات من كلا الطرفين، وبالتالي روسيا سترضى بتضحية إيقاف الحرب مقابل ضم الأقاليم الشرقية. عم نحكي عن 20% تقريبا من الأراضي الأوكرانية، ما عم نحكي فقط عن الشرق، عم نحكي عن خيرسون وزابوريجيا. نعم، ولكن النتائج استخدامها كذريعة، الاستفتاءات الآن التي تجري ربما تستخدم كذريعة لضمان أو محاولة ضم هذه الأقاليم. ولا ننسى بأن ما هي الكثير من الدول تضم أراضي ليس لها من خلال هذه الاستفتاءات، وضمت مثلا الآن من الذي الآن ضم الكثير من الدول أو الأقاليم التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي ضمتها روسيا، وكان هذا الأمر مع أنها إعلان حكم ذاتي في إقليم القوقاز. الآن ربما تستخدم هذا الموضوع، لكن ليس بالضرورة أن يكون هنالك موافقة أوكرانية أو غير أوكرانية. ربما الضم الاستفتاء وفرضها كشرط أساسي للجلوس على الطاولة. إذا لم توافق أوكرانيا للجلوس على الطاولة فمعنى الحرب ستستمر، ليس أن هذا هو الطريق الوحيد لروسيا، ولكن هذه الخطوة ستستخدمها روسيا إذا ما كان هنالك رغبة عند الطرفين للجلوس على المفاوضات. أوكرانيا وضعها على الأرض والقوة الموجودة إذا ما استمرت بنفس الوتيرة فربما ترفض وتكون هي ذات الكلمة بأنها تستمر، ولكن ليس بالضرورة أن لا تقبل. ممكن أوكرانيا أن تفكر بالمآلات والنتائج وترضى. إذن هذا هو ما يسمى الموازين الموجودة على الأرض تفرض الشروط على الطاولة وليس العكس. الموازين دكتور سعيد يمكن أن تبدل رأي صانعي القرار في كييف وتجعلهم يقبلون نتيجة الاستفتاءات، نتيجة الأمر الواقع القادم، والنتيجة معروفة بكل الأحوال، للجلوس إلى مفاوضات وإنهاء هذه الحرب المأساوية. في الحقيقة أن نتيجة هذه الاستفتاءات الصورية في الأراضي الخاضعة للاحتلال الروسي مرفوضة بشكل تام من الجانب الأوكراني ومن المجتمع الدولي، حيث أنه من البداية حتى الصين حتى الصين أكدت سيادة الصين. أوكرانيا فعلا ووحدة فعلا. أراضيها ضمن قوانين القوانين الدولية، فإن إجراء استفتاءات تحت في خضم العمليات العسكرية فهو مخالف للقانون الدولي، هذا أولا. ثانيا عمليات ضم الأراضي بالقوة أيضا مخالف للقانون الدولي، ولن يكون هناك أي دعم عالمي أو اعتراف عالمي بنتيجة هذه الاستفتاءات وضم هذه الأراضي، فسوف تعتبرها السلطات الأوكرانية والمجتمع الدولي
كما هي الحال بالنسبة لشبه جزيرة القرم، أراضي محتلة يجب إعادتها للقوات للسلطات الأوكرانية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، فإن الموازين العسكرية على الأرض قد تحولت فعليا وبشكل كبير لمصلحة الجانب الأوكراني. هناك مشاكل لوجستية وعسكرية كبيرة بالنسبة للجيش الروسي، فهو قد استخدم عمليا حسب تصريحات وزير الدفاع 295 ألف جندي لم يستطيعوا حتى الآن السيطرة بشكل كامل على أجزاء قليلة من الأراضي الأوكرانية. وهنا يجب تصحيح مفهوم 20% التي يتم الحديث عنها، حيث أن هذه النسبة تضم أولا شبه جزيرة القرم التي تشكل 9% تقريبا من مساحة الدولة الأوكرانية والتي تم احتلالها عام 2014، وأيضا تضم 70% من أراضي إقليم لوغانسك الذي تم احتلاله عام 2014، وأيضا 54% من إقليم دونيسك الذي أيضا تم احتلاله عام 2014. أي حاليا عمليا بعد تحرير إقليم خاركوف، فإن هذه النسبة قد تراجعت عمليا إلى نحو 13-14%. هذا نقطة مهمة جدا، أي أن الجيش الأوكراني حاليا يستطيع تحرير باقي الأراضي الأوكرانية المحتلة عسكريا، وهذا ما يتم العمل عليه بشكل كامل. وموضوع أن يتم الجلوس على طاولة المفاوضات، ألا يبدو هذا هدفا خياليا دكتور سعيد؟ لا، ليس خياليا، هذه رغبة الشعب الأوكراني بغالبيته. آخر استطلاع للرأي كان 92% من الشعب الأوكراني الذين تم استطلاع رأيهم يدعمون استمرار العمليات العسكرية. لكن ربما تمسك أوكرانيا باستعادة جميع أراضيها دكتور سعيد يؤدي إلى إطالة الحرب لسنوات، وأيضا إيقاف هذه الحرب مع بقاء أو تجميد الجبهة، وعمليا اتفاق مينسك الثلاثة كما يسمى عمليا في الأرقة السياسية الروسية الأوكرانية، سوف يؤدي إلى عودة الحرب والعدوان الروسي مستقبلا بعد عام عامين 13 أعوام، من أجل ابتلاع محاولة ابتلاع باقي الأراضي الأوكرانية. لذلك يسعى الجانب الأوكراني إلى هزيمة الحق هزيمة عسكرية، ليس فقط الجانب الأوكراني وأيضا الجانب الغربي، هزيمة عسكرية بالجيش الروسي، بحيث لا يستطيع. هل تعتقد يا دكتور أن بوتين سيقبل بهذا؟ هل بوتين سيقبل بهذا بتقديرك؟ لا أحد يسأل بوتين. بوتين لا أحد أصلا يصدقه. عندما خلال 3 أشهر قبل الحرب، قبل بدء عدوانه، كان يصرح هو ونظامه أنه لا يوجد لديهم نية لغزو أوكرانيا. قبل أسبوعين من احتلال شبه جزيرة القرم كان يصرح في مهرجان خطابي أنه لا يوجد لديهم نية لاحتلال القرم وضمه إلى روسيا. يعني لا أحد يثق عمليا. ما هو هذا المخيف الآن يا دكتور سعيد، أنه